ولدينا الآن بعض الوقت طبقا للبرنامج لمن يريد أن يتدخل أو يعقب أو يسأل، ومجموع هذا أقل من نصف ساعة، ولذلك سأعطي لكل طالب كلمة دقيقة ونصف الدقيقة، فالذي عنده الجرأة على أن يبدي رأيه في دقيقة ونصفها فليتفضل. تفضل. طيب، يبدو أن الناس كلهم يريدون الشاي والقهوة الآن، ونبتعد الإغراءات بالوقت كافية. تفضل يا أستاذة، عليك إما أن تأتي إلى هنا حتى نسمعك. من كان له أو من كانت لها مداخلة أو طلب كلمة فليتقدم إلى الأمام حتى لا نضيع الوقت في الانتقال. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. أسماء خالد، طالبة باحثة في سيرة الدكتورة. أسماء خالد، طالبة باحثة في سيرة الدكتورة. يعني نظرا لضيق الوقت كنت يعني وجدت لو أن الأستاذ حسيد لو قدم مسالك الكشف عن مقاصد العقائد، لأن مسالك الكشف عن مقاصد العقائد هي منهج للوصول إلى الجانب التطبيقي. قال أنه اعتمد في مسالك الكشف عن الإمام ابن القيم والشاطبي، ومن خلال قراءتي لكتب الإمام ابن القيم يظهر أن مسالك الكشف عنده تتمثل في الوحي، وهذا ما كان في المقاصد الكلية التي تحدث عليها في المبحث الأول. ثم الطريق الثاني هو الرسل، والطريق الثالث هو التدبر والتأمل في خلق الله وأمره. وقال الإمام ابن القيم: فمن تأمل حكمة الله في خلقه وأمره فتح له باب عظيم لمعرفة معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم تحدث عن الطريق الرابع وهو الفطرة، وقد فرق بين الفطرتين، الفطرة القلبية والفطرة العملية، والجمع بينهما هو تمثل للوصول إلى المقصد القرآني، وهذا هو السلوك الذي نود الوصول إليه بدءا من الحياء وصولا إلى إماطة الأذى عن الطريق، وهذا هو المقصد الكلي الذي تحدث عنه الدكتور عصام البشير. قال أن مقاصد العقيدة ينبغي أن لا تعرض عرضا باردا وإنما عرضا مقاصديا. وشكرا. شكرا الأستاذة الكريمة. تفضل سيدي، بس قبل أن ننتقل إلى الكلمة التالية أود أن أقول أنه مهمة الأساتذة المحاضرين في مثل هذه اللقاءات ليست كشف الأسرار، وإنما مهمتهم الدلالة على الأبواب التي يولج منها إلى هذه الأسرار. فإذا قال هناك مسالك لمقاصد الشريعة، ليس مطلوبا منه أن يحدد هذه المسالك، إنما هو يضيء الضوء الأخضر لولوج هذا الباب والتعرف على المسالك. ولو طلب من كل باحث أن يغطي جميع نقاط بحثه لبقينا هنا 10 أيام ولم ننجز شيئا من المطلوب. أنا أردت أن أضع هذا بين أيدي بناتي وأبنائي طلاب الدكتوراه والدراسات العليا، لأن هذا معنى مهم في البحث العلمي. تفضل دكتور، أنا متأسف في تأخيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية للجميع، بدون أن أطيل، وطبعاً أنا أتكلم من موقع المثقف والمفكر وليس العالم الفقيه، حتى يكون كلامي واضح. طبعاً تدبري، وأمتلك طبعاً الحد الأدنى من المعرفة الإسلامية، وأمتلك الحد الأدنى من المعرفة الغربية، وتدبري للقرآن أيضاً تم بشكل متواصل. عندي فقط ملاحظات، هي ليست تعقيباً على أحد، وإنما أسئلة للمستقبل. أولاً، هل العقيدة هي الإيمان؟ أنا أقدر بأن العقيدة ليست هي الإيمان. الإيمان الأصلي في الوحي اليقين من القرآن الكريم وسنة نبوية متواترة. العقيدة اجتهاد في الإيمان، واجتهد فيها الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والشيعة والباطنية والمتصوفة، ولذا فهي اجتهاد بشري، بمعنى أنها قابلة للرد والنقد والتصحيح والتعديل. أيضا لا بد من التمييز بين العقيدة وبين الإيمان. العقيدة بالمفهوم الحديث هي الإيديولوجية،
هي ايديولوجية أمة ما أو مذهب ما أو طائفة ما أو أي رؤية للوجود. العقيدة هي رؤية للوجود بالمفهوم الفلسفي للكلمة، رؤية للوجود. ونقصد بالوجود حسب معرفتنا الإسلامية وحسب وحينا الوجود ثلاث: ذات الله عز وجل، وعالم الأمر، وعالم الخلق. هذا هو الوجود بتقدير ما زال عندنا غبش على الأقل في عالم الأمر وعالم الخلق، وتقدمنا نسبيا في ذات الله، وكنا نقول لم نقدر حق حقه برؤيتنا الوجود. إذن نحن في حاجة إلى تجديد العقيدة، أي بناء نظري في الإيمان جديد يجيب عن إشكالية عصرنا في القرن 21. وهنا يجب أن نميز بين غايات العقيدة في العبادة وغايات العقيدة في الحضارة. في الحضارة عندنا تخلف كبير في ربط غاية العقيدة بالحضارة، أي في فقه الحضارة بدلا من فقه العبادة، وهذا يتطلب التجديد في بناء النظري للإيمان عندنا. ثالثا، وهو أن هذا التجديد في البناء النظري للإيمان يتطلب تحديد المراجع التي من خلالها نفكر نحكي صفوة. فما هي المراجع التي من خلالها ننتج المعرفة العقدية والمقاصد السليمة؟ أقصد بأننا لابد أن ننضبط ما نسميه باليقينية الخمس: الوحي اليقين، واللسان العربي اليقين، والمنطق اليقين، والعلم اليقين، والفطرة اليقين، وغايات نص القرآن اليقين. هذه مراجع التفسير السليم. أين هو علم الغايات في النص القرآني؟ نحن نتكلم عن مقاصد، نميز بين المقاصد والغايات القرآنية. الغايات القرآنية عابرة للزمن التاريخي إلى قيام الساعة، في حين المقاصد متجددة. هذه أطرح عليكم المستقبل، أننا علينا أن نجتهد في إعادة بناء النظر للإيمان حتى نستطيع أن ننتج معرفة حضارية في القرن 21 تجيب عن إشكاليتنا في القرن 21. بمعنى ننتقل من عصر التدوين الإسلامي الأول إلى عصر التدوين الإسلامي الثاني، ننتقل من ابن خلدون القرن 14 إلى ابن خلدون القرن 21. السلام عليكم. شكرا جزيلا. وهذه الملاحظة تقتضي ندوة أو دورة، لأن الكلام الذي قيل فيها كله يدخل تحته عشرات الموضوعات. وأنا أشكر الدكتور على تفضلي بهذا. تفضل دكتور، تفضل الدكتور موس، كمان عندك مداخلة. طيب تفضل دكتور موس، بعدين تقرب من فضلك هنا في أماكن حتى تصل إلينا بسهولة. تفضل دكتور. لما أخذ تفضل، أبحث عنك. تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة مباركة للسادة الفضلاء والسادة العلماء والسادة الفضلاء والطالبات والطلبة. في الحقيقة في الجلسة الصباحية الآن أتوقع أن تلامس الندوة الداء بشتناء ما ورد في كلام الأستاذ في سيدي معوة في السياقات، لأن الإشكال التي نعاني الآن في تعزيق هذه الأمة يجب أن تعالجه مشكلة العقيدة. لكن أنا أضم صوتي للأستاذ السابق، كان نقرأ في كتاب واحد، هو يجب أن نفرق بين العقيدة والإيمان. الإيمان قطعي، والعقيدة لا تكفي الإيمان بالحكم، فلذلك تنسب إلى الأشخاص لا تنسب إلى الدين. عقيدة الوصفية، عقيدة فلان، عقيدة فلان، عقيدة فلان. وأن المشكل في العقيدة لا أعتقد لحد الآن مشكل في المقاصد، وإنما مشكل في المرجعيات. فالمرجعيات لماذا؟ أن المقاصد في بعد زماني، في بعد مكاني، في مقاصد سواء على مستوى المتن. فلذلك ابن تيمية نفسه يقول رحمه الله: الخطأ في العقيدة كالخطأ في الفقه على حد سواء. الاختلاف ما وجدت في المجال الذي وقع فيه لحد الآن وتتبعوا ثلاثة عقود لم أجد شيء متفق عليه. إذن كل هذه اختلاف. فلذلك مثلا نأخذ على سبيل المثال كتبسيط في المملكة المغربية عندنا مرجعية وهي العقيدة الأشعرية، لكن إذا نظرنا في المقاصد عند علماء المغرب تختلف العقيدة في المغرب الأشعري عن العقيدة في المغرب. لما سبب؟ المرجعية بعد زماني، مكاني، مقاصد. أخذ مثال على مذهب مالك وأنت أعلم منها،
في المذهب المالكي، فتلاحظون بأن مثلا نأخذ على سبيل المثال حضرتكم الآن بسرعة التين المجفف، نحن عندنا نرجع في المراجع لمختصر خليل في مصر بعد القطيعة مع الأندلس، رجعنا إلى الخليل وجدنا عند خليل الفراهيدي بأن التين ليس فيه ريب، وهو نحن نرجع إليه في الفتوى ونأخذ به، والمغاربة حكموا على أن التين فيه ريب. لماذا؟ بعد مكاني، بعد زماني، بعد مفاصل. فلذلك يجب أن نفرق في العقيدة بين هذه النقطة الثانية التي تريد سمحتم لي أن أنتقل إليها بسرعة، وهو مشكل أشرت إلى الأستاذ وأجبت بمداخلته، وهي أولا التطور الذي حصل. العقيدة لم تذكر إلا بعد عصر عدن بن طالب، ليست في عهد عثمان، حتى أن القتال بين في قتال أهل الرداء لم يستخدم مصطلح العقيدة، مصطلح العقيدة بدعة. شكرا. لا يجمع ولكن أريد أن أقول هنا. ثم أيضا تنزيل العقيدة الآن أطلب من السادة الدكاترة والباحثين أن ينتبهوا لأثر العقيدة في السلوك، وقد أشار ابن تيمية لهذا في قوله: فإن تقسيم الشريعة إلى أصول والفروع، الشريعة فروع، هذا من شغب المتكلمين. ثم قال في الدرر المستقيم: فإن المتكلمين استضعفوا الفقهاء فأصبحت الأحكام العقدية تسيطر على الأحكام الفعلية. من ثم أشرت في كلامكم أستاذ على التكثير الموجود في الأفعال، ودركت أيضا بعد بحث في هذا الموضوع عقدا من الزمان، وجدت قد بدأ الحكم العقد على أفعال الناس منذ القرن السادس. فلذلك يجب كما أشار الأستاذ المؤسسي أن نجدد الإيمان، وأن الإمام البخاري إذا سمحتم لي أنا أتكلم، هذه آخر شيء لأنه أخذت وقت أطول من لازم. فالإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان تلاحظ كما ذكر الأستاذ بأن الإمام البخاري إمام مجتهد مطلق بفقه الحديث، هذا واضح، لكن في كتاب الإيمان نجد أثر الواقع، الإيمان يزيد وينقص وكذا يرد على الواقع الذي يعيش فيه، هذا الإمام البخاري. ثم بدأ يتكلم عن مقاصد الإيمان. إذا هنا نحن أين أثر الواقع عندنا الآن؟ كيف نعالج؟ اسمح لي سيدي، شكرا، ظهرت وجهة نظركم، بس أرجوك أن تذكر أن الكلام الذي قرأ عن الإمام البخاري كلام يتعلق بالتراجم، يعني العناوين وما ورد تحتها. اسمح لي، الإيمان يزيد وينقص الغزالي، الإمام البخاري يروي ولا يقرر، يا هذه رواية وعنده أسانيده وينبغي أن تحترم الأسانيد، أما إذا كان له رأي فالرأي مشترك بين الناس كلهم بعضهم وبعض. فأرجو أن نتنبه ونحن في مجال العلم إلى الفرق بين ما يروى بالسند المتصل وبين ما يرى من مجرد رأي الإنسان، سواء كان إماما كبيرا، إماما متوسطا، طالب علم، الرأي شيء والرواية شيء آخر خالص. تفضل دكتور، أنا آسف لتأخيرك. مرحبا، شكرا للسادة الأساتذة. عندي فقط تفاعل مع عرض أخي الدكتور حسان شاهد عند حديثه عن مقصد الكلي الذي هو التكريم الإلهي للإنسان. هذا المقصد الكلي يتفرع عنه مقصد الحرية، وبالنسبة لمقصد الحرية الذي لاحظته أن كثير من العلماء وقد سار في هذا المنهج أخي الدكتور حسام، ربما لا يميزون بين التحرر الذي تثمره العبودية لله عز وجل، عندما يستعلي الإنسان عن رق الشهوات، يستعلي الإنسان عن العبودية لغير الله عز وجل، فهذا تحرر هو الذي ورد في قوله تعالى في سورة آل عمران محررا، وبين الحرية التي هي مقصد شرعي، وهي التي مظهر من مظاهر التكريم الإلهي لهذا الإنسان. فهذه الحرية ينبغي أن نؤكد عليها وأن نبحث عن نصوص داعمة لها، وقد أشار الأستاذ إلى الكثير منها في قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، والآية الأخرى أيضا: ولا إكراه في الدين. إذن هذه الحرية هي مظهر لتكريم الإنسان، وينبغي للمسلمين أن يعلوا من شأنها كمقصد من مقاصد العقيدة، لأن العقيدة التي لا تبنى على هذه الحرية تكون عقيدة هشة، ولا تثمر إيمانا، ولا تثمر أحوالا، ولا تثمر سلوكا. فإذا هذا التمييز ينبغي أن نلحظه. ولهذا الحديث الذي استدللت به
تعس عبد القطيف تعس عبد الخميس. هذا الحديث وفي هذا السياق في سياق التحرر الذي ينتج عن العبودية لله عز وجل، لكن الحرية ينبغي أن نعلي من شأنها، وينبغي أن نرجع إلى تراث علمائنا المسلمين، لأنه للأسف الشديد في بعض اللحظات غابت عنا مظاهر هذه الحرية، فأصبح يضيق على بعض العلماء، بينما المنهج الذي ساد في الأوساط الراقية كان هو اعتبار المتكلمين يقولون ما شاءون بما في من معتزلة ماتريدية وغيرهم. وهناك نص نفيس ذكر عن العلامة ابن رشد الجد رحمة الله عليه عندما سئل عن العلماء المتكلمين الغزالي وغيره، أهم أهل علم وكذا وكذا أم أهل رواية وكذا، فأجاب جوابا نفيسا بليغا يؤكد أنهم اجتهدوا في فهم العقيدة في الدفاع عن العقيدة، ولهم الحق في أن يتصوروا ما يشاءون. فلهذا هذه الجزئية حببت أن أؤكدها، وشكرا للسادة الأساتذة والحمد لله. دكتور شكرا لك دكتور، جزاك الله خيرا. تفضل دكتور. وجاءني تنبيه من الإدارة أنني يجب أن أنبه السادة المتدخلين، تنبيه متأخر جدا، هذا آخر متحدث. أنبه السادة فين؟ طيب إذن في واحد تاني. أنبه السادة المتدخلين إلى ذكر أسمائهم قبل البدء في المداخلة، فتفضل سيدي مع ذكر اسمك. السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور محمد باحث في سجل الدكتورة، لدي فقط استفسار لفضيلة الدكتور حسين شهيد. قلتم تفرقون بين علم العقائد وعلم الكلام، أو هكذا علم يبدو، فقط استفسار. شكرا. شكرا أستاذ على بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد لا نحتاج إلى، نحن نعرفك لكن قل الاسم للتسجيل. إن شاء الله. محمد بلوز عضو مركز المقاصد دراسات الفتحات. لي فقط تعقيب قصير على عبارة تتنافى أظن مع مقصد النجوى أصلا. من مقاصد النجوى في الحال هو إظهار مقاصد العقيدة، وأنها وضعت للإفهام، وضعت للعلم وللآثار التي جاءت من أجلها. فلهذا أثرتنا عبارة جاءت على لسان أخي عوام لما قال خطر جدا خطر جدا، وقال أن هذا من الوعظ والإرشاد. أظن أننا أحيانا نتأثر بالخطاب العلماني فنبعد ما هو من صلب ديننا وصلب شريعتنا. فحديث الأمة التي قالت الله في السماء، ما المقصود منه؟ المقصود هو تبسيط هذه العقيدة لتكون في متناول الجميع، لأن الدين جاء للناس فينبغي أن يكون مفهوما للناس، الأصل فيه هو هذا. إذا التعقيد طارئ، إنما هو للنخبة لأسباب أخرى. ولهذا ربنا عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسول منهم. إن هذه الشريعة أمية، لمن قلوا الشريعة أمية؟ قبل من العقيدة أكثر، العقيدة أخطر من الشريعة. العقيدة ينبغي أن تكون شاملة للناس جميعا، بما فيهم الإيمان، بما فيهم الضعفاء، بما فيهم الجاهلون، لكن الأحكام قد تكون نخبوية. إذن فأظن أن في العقيدة ينبغي أن يكون التبسيط أكثر والميل إلى هذا. ثم مسألة الوعظ والإرشاد هذه التي نكررها دائما، ألم يقل الله عز وجل وكلا نقص عليك من نبأ الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذا خطاب للرسل الأنبياء وللنخبة. إذن بمعنى أن الموعظة إذا كانت بنية على الأدلة فلا تتنافى مع العلمية ولا تتنافى مع الخطاب الذي نسمعه دائما. وشكرا. شكرا للدكتور بلوز. وأنا ما فهمت، هل تعقيبك الأول كان على كلام قلته أنا ولا على العوام؟ نعم. طيب أبرز الميم يا أخي، أفزعتني، ظننت أنني قلت كلاما لم أقله. فالعوام قل فيه ما شئت، لأنه يستطيع السباحة، أما أنا فأين أسبح منكم في هذا البحر المغربي؟ أخواتي وإخواني أشكركم أجزل الشكر، وأكرر الاعتذار إليكم عن البدء متأخرا وبالتالي هذه النهاية المتأخرة. نعم. مين يريد أن تريد أن تجيب؟ تريدين أن تجيب الدكتور؟ أنا أنصحك لا تجيب على شيء، خلي الإجابة في تعقيبك. نعم. خمس دقائق؟ لا تأخذ خمس ثواني الآن.
خلاص اخواني انا يعني اجور على احبائي الجالسين بجواري لان للجار حق، فانا من حقوقي عليهم ان اجور على وقتهم لكي يتفرغوا للشاي والقهوه وما الى ذلك او للذهاب الى الاعمال والبيوت يعني. ونلتقي غدا في العاشره الا ربع صباحا دكتور باذن الله، اليس كذلك؟ لو سمحت الا ربع، لو سمحت دكتور الا ربع نعم صباحا دكتور لو سمحت علي دكتور عوام تفضل الله يفتح عليك. أنا فقط أريد طيب نعود إلى الردود. طيب خلاص أريد عوام ونأخذ من اليمين كده. لا تفضل دكتور عوام. أنا متأسف رجعت في كلامي، هزمت هزيمة منكرة لأن للمحبة حقوقا. يلا سيدي تفضل. أنا باختصار شديد أثيرت قضية أثرها الأستاذ محمد طلابي في حقيقة تحتاج إلى إعادة نظر، لأنه لماذا؟ لأن العلماء فرقوا بين العقيدة وبين علم العقيدة. علم العقيدة هو الذي يخوض فيه الناس في علم الكلام، في مناهج، في دراسة للعقيدة. أما العقيدة سميها عقيدة وسميها إيمان فهي معدودة على رؤوس الأصابع، هي تعتقد يقينا وخلاص. لكن علم الكلام لماذا؟ هو يفسر العقيدة ويجتهد ويضع هناك مناهج، واختلفت مناهج المعتزلة عن الأشاعرة وعن غيرهما. إذن فهناك مناهج، إذن فالتجديد يكون في علم العقيدة ولا يكون في العقيدة، فالعقيدة يقينية. ثم بالنسبة للخطاب العلماني كما ذكر الأخ بولوز، ففي الحقيقة ليس الخطاب العلماني، ينبغي أن نتفطن إلى هذه القضية. الخطاب العلماني ينكر الدين وأقل درجته أن يسلم بالعبادات أو شيء من هذا القبيل، لكنه ينكر الدين عقيدة وشريعة، فلماذا نهول هذا الأمر ونقول بأن تأثير بالخطاب العلمي؟ ألا يحل أن نطيل ومعدرة؟ ترى عوام كفاية كده، لأنه أنا نبه بهم الأخ محمد دريوش، وهذا لا أستطيع أن أعصي له أمرا وإلا لم يعدني إلى مصر. وتنبيه من جاري وقال لي أنه باقي ساعة على المغرب ويجب أن يستعد الناس أو يصلي العصر من لم يصليه. والتنبيه الثالث من ضميري الذي استيقظ فجأة وقال لي ماذا تخص بعض الناس دون بعض، وأنا استجبت لهذا الأخير. فأشكركم شكرا جزيلا، ونذهب إلى الشاي أو إلى البيوت كما تحبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.